نعم. رافضي دعاني للولي ما عنده، هذا كيف دعوته؟ كما قلت للسائل أولا، إذا كان هذا قد عرض عليه الحق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال فلا تجب دعوته، إلا أن تخاف من شره فأجب دعوته دفعا لشره، كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك إذا لم تجب دعوته، فأنت أجب دعوته دفعا لشره.